مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي هتم حضراتكم هتكون معانا النهاردة في حلقتنا، لكن بنبدأ بالأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. وكمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص تداول مبيدات زراعية محظورة. تفاصيل كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، ووجه سيادته بأنه يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقال إن الخطة دي بتوضح التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة في معدلات النمو السكاني وأثار ده على ما يتم من أعمال تنمية في مختلف القطاعات. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه تم الانتهاء تقريباً من المرحلة الأولى من المشروع، وبنعمل حالياً على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تداول مبيدات زراعية محظورة بتتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الكلام ده مش حقيقي، وإن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الإنتاج الزراعي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات اللي بتقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية برفع كفاءة 37 عمارة سكنية بالإضافة لكوبري السلام بمحافظة مطروح، مع الإشراف على تطوير منفذ السلوم البري وافتتاح 14 بئر مياه بالتجمعات السكنية والبدوية بنطاق مدينتي سيدي براني والنجيلة، وده لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل اللي بيلبي احتياجات أبناء تلك المناطق الحدودية، ورفع كفاءة وفرش 6 مدارس و14 مسجد بنطاق المنطقة الغربية العسكرية. أيضاً عقدت المنطقة الغربية العسكرية عدد من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات اللي بتواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات. معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات الجمهورية، ومنها تنفيذ 15 مشروع صرف صحي داخل قرى زفتة، وإقامة معارض دائمة بجميع مدن جنوب سيناء بأسعار منخفضة، وإنشاء مشروع عملاق للكهرباء بطاقة 250 ميجا وات في العريش، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي تم فيها الإعلان عن البدء في تسليم وحدات مشروع إسكان الكراسة الزرقاء في بداية يناير المقبل. في الغربية عقد المحافظ الدكتور طارق رحمي اجتماع لمناقشة موقف 15 مشروع جاري العمل بيهم داخل قرى زفتة، تتنوع ما بين محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد وصلات ومحطات معالجة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه في إطار جهود المديرية لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، تم عمل 55,101 تحليل مختلف بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وده خلال شهر نوفمبر 2022. في جامعة المنوفية نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية على مستوى الكليات، وده استعداداً للمشاركة بأفضل العناصر في مسابقة مهرجان إبداع 11. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن إعفاء 450 طالبة من أداء الخدمة العامة، وده عقب قيامهم بمحو أمية 10 أفراد من الأميين، وده لتشجيع الطالبات على محو أمية المزيد من الدارسين والتوسع في إنجازات تعليم الكبار.
في قنا تم إطلاق برنامج فرصة بقرية المرجدة التابعة لمركز الوقف تحت شعار مبادرة قرية بلا فقر للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في جنوب سيناء قال المحافظ اللواء خالد فودة إنه هتقام معارض للسلع والمنتجات والخضروات والفاكهة واللحوم في كل المدن بأسعار مخفضة، وقال كمان إن المحافظة هتوفر لحوم بكل المنافذ بأسعار مخفضة. في البحيرة أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية ليها وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكدت إنه تم البدء في رصف متفرعات شارع الجمهورية بحوش عيسى. في شمال سيناء أكد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة على قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاع الكهرباء، وقال إنه بيجري إنشاء مشروع عملاق للكهرباء بطاقة 250 ميجاوات بالعريش.